أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل نشراتنا الإخبارية الصباحية. نبدأ بمتابعة تطورات الشأن المصري، فقد أفاد مراسل قناة النيل الأخبار بأن طائرات أباتشي تابعة للقوات المسلحة تقوم بقصف أهداف ومواقع تتحصن بها مجموعات إرهابية جنوب مدينة الشيخ زويد في وسط سيناء. وفي تطور آخر، أطلق مجهولون النار على محيط نادي ضباط الشرطة بالعريش، وتبادلت قوات الأمن إطلاق النار معهم حتى فروا هاربين دون الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى هذه اللحظة. وفي وقت سابق، ضبطت قوات الجيش الثاني الميداني 2 من الإرهابيين ينتميان لجماعة تطلق على نفسها اسم مجلس شورى المجاهدين. وأوضح مصدر أمني أنه تم ضبط المتهمين بعد مداهمة مكان اختبائهما في قرية الجورة جنوب الشيخ مدينة الشيخ زويد، مضيفا أن المضبوطين متورطان في مذبحة رفح الثانية، وكذلك استهداف الأكمنة وأقسام الشرطة. نقترب من الصورة أكثر وأكثر في سيناء، ومعنا عبر الهاتف مراسلنا في شمال سيناء أشرف سويلم. أشرف، ما هي آخر تطورات الوضع الأمني والميداني لديك؟ في الواقع شنت الطائرات الحربية الأباتشي منذ ساعة تقريبا هجوما جويا على معاقل جماعات سرية وإرهابية في قرية المقاطعة جنوب مدينة الشيخ زويد. استهدفت الطائرات الأباتشي 3 منازل ومقاطع، وأيضا استهدفت منزلين آخرين بقرية التومة، وهي المنطقة التي تشهد تجمعات للجماعات الأسرية المتورطة في مذبحة رفح الثانية. كانت هناك عملية قصف جوي منذ شهر تقريبا لو تتذكر لقرية التومة في مدينة الشيخ زويد، وسقط وقتها 15 قتيلا وأصيب 10 آخرين. من ضمن القتلى كانت عناصر تكفيرية أو جهادية من قيادات الصف الأول، وقد يعني تسببت هذه الضربة الجوية الناجحة وقتها ارتباكا كبيرا لدى الجماعات الإرهابية في مدينتي رفح وشيخ زويد، وتراجعت من وقتها العمليات الإرهابية باستثناء عملية انتقامية وحيدة قامت بها هذه الجماعات ردا على القصف الجوي لقرية التومة، ونفذوا مذبحة رفح الثانية في 19 من أغسطس الماضي. بالطبع يعني من نفذوا المذبحة يعني استهدفتهم المعلومات الاستخباراتية عن تجمع لهم في قرية المقاطعة صباح اليوم، وتم قصف 3 منازل وجاري حصر يعني النتائج الضربة يعني على الأرض، لأن يعني ربما وصول قوات برية إلى هذه المنطقة يعد خطر في الوقت الراهن، لأن هذه الجماعات يعني غالبا ما تفخخ الأرض بالعبوات الناسفة، لذلك يعني ربما الضربات الجوية هي التي ستكون قيد الموقف خلال المرحلة. أيضا من نقطة أخرى، يعني كما وردت إلينا معلومات من مصادرنا الأمنية أن هناك مدرعات تحاصر منزلين بمنطقة تدعى الكيلو 17 شرق قرية الجورة، أو يعني جنوب مدينة الشيخ زويد، تبعد عنها بحوالي 7 كيلو متر. هناك مدرعات تحاصر الآن. ما تشير ليه أشرف من تحركات على الأرض، وأشهر أنه اليوم ربما يعني سيشهد بعض التطورات على صعيد الميداني أو بعض المواجهات محتملة اليوم؟ نعم، يعني ذكرنا منذ عدة أيام أن يعني الحسم أوشك، أن ساعات الحسم بالفعل اقتربت، وأن الجيش المصري كان هناك زيارة لسيادة الفريق صدق صبحي الخميس الماضي لمدينة العريش، حضر واستمع بقيادات الجيش والشرطة في كتيبة حرس الحدود بمدينة العريش، وأشاد بأدائهم، ويعني ربما وقع على الضربات، أعطى إشارة البدء لبدء حملات عسكرية ضد الإرهاب في سيناء. بالفعل الجيش المصري وعد أنه سيقضي على الإرهاب خلال أيام قليلة، يعني الحسم لا مفر منه يعني. الحسم الذي تتحدث عنه، هل يعني ضمنيا سيطرة القوات المسلحة أو قوات الأمن على جبل الحلال أو منطقة جبل الحلال؟ يعني أود أن أشير إليك، جبل حلال موجود في وسط سيناء وطوله حوالي 60 كيلو متر يعج بالمغارات والدهاليز، وهناك قبائل كبيرة تسيطر على هذا الجبل. يعني أعتقد أن جبل حلال ليس لا نريد أن ندخله في المسألة المعقل الإرهابية. يقال طبقا لبعض التقارير أو الرؤى أنه هو مصدر أو المكان الذي يؤوي معظم هذه الجماعات المسلحة. يعني نحن ننفي تماما جبل حلال، بعيدا تماما عن
تواجد المعاقل، لان جبل لو تواجد الارهابيين في جبل حلال سهل اصطيادهم وخروجهم من معقلهم في رفح والشيخ زويد، لكن وجودهم في رفح والشيخ زويد ربما يكون مأوى آمن لهم أكثر، لهم متواجدون وسط القبائل وسط الأبرياء من المواطنين. لكنه لو خرج من مدينتي رفح والشيخ زويد وتوجه إلى منطقة صحراوية مفتوحة مثل جبل حلال سيكون سهل اصطياده ومحاصرته. لذلك يعني جبل حلال يؤخذ دائما إعلاميا أنه هو المنطقة الإرهابية التي تحاصر دائما، لكن نريد أن نخرج جبل حلال من هذه نقطتان أرجو أن نتحدث عنهما بإيجاز أشرف. الأولى تتعلق بالإرهابيين اللذين تم إلقاء القبض عليهما، هل لديك تفاصيل حول يعني هويتهما إلى أي معلومات يمكن أن نصل من خلال يعني القبض على هذين الإرهابيين؟ في الواقع يعني العنصرين اللذين ضبط أمس بمعرفة اللواء أركان حرب أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني أمس، ربما هذين العنصرين متورطين في الصفحة الثانية كان يعني بالعامية نادرجية للمنفذين الأساسيين، كانوا يتتبعان طيارتي الجنود بال 28 منذ أن خرجت من مدينة العيش حتى وصلت إلى نقطة المجزرة. أيضا العنصرين متورطان في نصب الصواريخ لقصف الجانب الإسرائيلي وقصف مخابرات أمنية ذات سيناء. يعني ربما الضبط العنصرين كان في غاية الأهمية ويعتبر إنجاز أمني كبير، ولكن كما ذكرنا أن الجيش المصري فاصل حملته ضد الإرهاب وتفلت الجماعات الإرهابية من الجيش المصري. أخيرا مسألة هدم الأنفاق، كما نتابع القوات المسلحة مستمرة في هذه المسألة، ولعل يعني في سياق تطور هذا الموضوع بعض المنازل تهدم لأنها بنيت على بداية النفق في الجانب المصري، هل من تفاصيل لديك في هذا السياق ورد فعل يعني الناس حول هذه المسألة؟ في الواقع الأنفاق تعد هي أخطر يعني أخطر شيء على الأمن القومي المصري، والجيش يهدف من تدمير الأنفاق والسيطرة عليها هو منع تسلل العناصر الجهادية من قطاع غزة إلى سيناء ومنع المدد العسكري والمالي من غزة إلى سيناء طبقا لخطة الحصار التي تفرضها القوات المسلحة. القوات المسلحة سيطرت على 80% من الأنفاق، ولكن تبقى مشكلة وحيدة وهي الأنفاق المتواجدة داخل منازل المهربين. ماذا سيفعل الجيش المصري تجاه هذه الأزمة؟ ذلك إذا ضبط منزل بداخله نفق يتم تدمير المنزل مباشرة. تم تدمير حتى الآن 20 منزل، يعني أغلب هذه المنازل نحن نتحدث عن هناك كتل سكانية مثل صلاح الدين والبراهمة، هذه الكتل بها مواطنون شرفاء يعني، لكن نتحدث عن المنازل الموجودة على الحدود التي بها أنفاق. تم بعض المنازل ويتم التنبيه على المنازل التي يطلب بها أنفاق بضرورة إخلاءها، ويعني بصراحة أغلب هذه المنازل في حي الصرصورية يعني أصحابها غير متواجدين، يعني ربما متواجدين في محافظات أخرى وميسورين الحال. المنازل المبنية للتمويه يتركون هذه المنازل كساتر لعمليات التهريب ويؤجرونها أيضا المهربين. أشكرك شكرا جزيلا أشرف سويلة مراسل قناة النيل الأخبار في سيناء. ألقت مباحث القاهرة القبض على القيادي الإخواني سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق بناء على طلب من النائب العام بضبطه وإحضاره، وأوضح مصدر أمني أنه تم ضبط الحسيني داخل شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. للمزيد من المتابعة أيضا لهذا الموضوع رحب ضيف عبر الهاتف الأستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم. أهلا بك أستاذ يسري. أستاذ أحمد صباح الخير. صباح الخير. لو عند حضرتك أي تفاصيل جديدة حول مسألة إلقاء القبض على سعد الحسيني؟ هو بالفعل سعد الحسيني قضى ليلته الأولى داخل منطقة سجون طرع تحديدا، ذلك السجن الذي يضم بين جنباته عدد من رموز جماعة الإخوان المسلمين المطلوبين والمتهمين في قضايا تتعلق بالتحريض على أعمال العنف سواء كانت في القاهرة أو في بعض المحافظات والاعتداء على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة. سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ السابق أحد القيادات الإخوانية التي وجهت إليها التحريات والتحقيقات اتهامات بأنه أحد المسؤولين على حشد للمظاهرات التي دائما ما تنطلق إلى أعمال تخريب وأعمال عنف وأعمال قتل المتظاهرين. سعد الحسيني صدر ضده قرارات بالضبط والإحضار في عدد من قضايا التحريض على العنف وعدد من قضايا أخرى تتعلق بالتخابر والهروب الكبير من سجن وادي النطرون، ذلك السجن الذي فر منه الرئيس المعزول وقت الثورة هو بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وقعت الضبط على سعد الحسيني بالأمس
تمت وفقا لاجراءات قانونيه في حمله امنيه قادها اللواء احمد حلمي مساعد وزير لقطاع الامن العام بالتنسيق مع مديريه امن القاهره وقطاع الامن الوطني، بعد ان وردت معلومات تفيد اختباء سعد الحسيني تحديدا باحدى الشقق بمنطقه القاهره الجديده، الشقه مستاجره من لشخص هو نهاد القاسم وهو امين حزب الحريه والعداله بمحافظه بني سويف. هذه الشقه اجرت من شهر ونصف فقط في منطقه التجمع الخامس، كان بها سعد الحسيني، وقع ضبط سعد الحسيني عسر بحوزته على حاسب آلي به بعض اللقاءات وبعض المخططات لحشد في مسيرات مثل الدعوات التي انطلقت اليوم. أيضا ضبط بحوزته عدد من الهواتف المحمولة. سعد الحسيني تحديدا أحد أبرز أهم الضربات التي وجهتها وزارة الداخلية بعد ضربة المرشد العام وأسامة ياسين تحديدا. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم. أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بحبس مرشد تنظيم الإخوان محمد بديع لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على أحداث العنف وكذلك الاشتباكات التي جرت بين أعضاء التنظيم الإخواني والأهالي في منطقة البحر الأعظم بالجيزة منذ حوالي الشهرين. وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق بديع في هذه القضية في أعقاب انتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن الاتهامات الأخرى التي يجري التحقيق معه بشأنها. وأسندت النيابة إلى بديع تهم التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي والبلطجة والتحريض على استعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة ومقاومتهم. كما أمرت نيابة جنوب القاهرة بحبس محمد البلتاجي القيادي بتنظيم الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب إرشاد الإخوان بالمقطم في 30 من يونيو الماضي. وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق البلتاجي في هذه القضية في أعقاب انتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في اتهامات مشابهة ضده في وقائع أخرى سبق وأن جرى التحقيق معه فيها بمعرفة نيابات مختلفة. وأسندت النيابة إلى البلتاجي تهمتي التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بواسطة الغير تنفيذا لغرض إرهابي. يلتقي أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اليوم دكتور محمد أبو الغار مع قيادات من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. ويأتي اللقاء في إطار لقاءاته ومشاوراته مع القوى الوطنية والسياسية بتكليف من الرئيس عدلي منصور. كان المسلماني قد التقى أمس أعضاء حملة تمرد وناقش معهم كيفية الالتزام بخارطة الطريق والاستعداد لكتابة الدستور وانتخابات مجلس الشعب. يلتقي اليوم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق مع وفد لجنة حكماء إفريقيا للتعرف على جهود المجلس في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان ودوره في المرحلة الانتقالية. يسعى المجلس لبيان الصورة الحقيقية لمصر والمشهد الحالي بالشارع السياسي في ظل كم من المعلومات المغلوطة التي تتابع المشهد المصري. تصدر اليوم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها اليوم حكمها في الدعاوى المطالبة بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر مصر والقدس واليرموك وأحرار 25 بالإضافة إلى إغلاقها في ضوء دعاوى تتهم هذه القنوات بأنها لا تمتلك أي تراخيص للبث في الوقت الحالي بتهديد السلم الاجتماعي ونشر شائعات وأخبار كاذبة ومضللة من شأنها إحداث فتنة في المجتمع بين المواطنين وكذلك إثارة الذعر بينهم. أكد وزير الخارجية نبيل فهمي أن الوزارة تنطلق في تحقيق الأمن القومي للدولة المصرية دون أي أيديولوجية، مشددا على أن الأيديولوجية المصرية الوحيدة هي حماية الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده فهمي عقب لقائه نظيره القبرصي بوانيس كاسوليديس اليوم بمقر وزارة الخارجية. القاهرة قلب العروبة النابض، يتوافد عليها هذه الأيام العديد من كبار المسؤولين في دول العالم
في وقت يحرص فيه القاسي والداني على معرفة وجهة النظر المصرية إزاء التطورات التاريخية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار شهد مقر وزارة الخارجية سلسلة من الزيارات التي قام بها وزراء خارجية عرب وأوروبيين. وزير الخارجية المصري استهل لقاءاته باجتماعه مع وزير خارجية قبرص للتباحث حول التعاون الثنائي ومواقف الجانبين إزاء الأوضاع في المنطقة وبخاصة الوضع في سوريا. مصر ضد استخدام القوة لمعالجة هذه القضية، رغم أننا ندين وبشدة أي استخدام أسلحة كيميائية، ونطالب بمحاسبة من قام باستخدام هذه الأسلحة دون استثناء أيا كان المصدر. العلاقات الثنائية والأزمة السورية شغلت كذلك حيزا كبيرا من مباحثات الوزير نبيل فهمي مع وزير خارجية العراق والجزائر والبحرين. برحب به على المستوى الرسمي الحكومي الوطني، مواقف بلادي، مواقف قيمة، مواقف يجب أن نعبر عن امتناننا لها، تأخذ موقف قوي في تأييد مصر في الأحداث الأخيرة، بل قبل ذلك بكثير في كثير من المواقع. أكدت خلال هذه اللقاءات على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لجمهورية مصر العربية فيما تقوم به السلطات المختصة من جهود لإعادة الأمن والاستقرار والنظام، ومن إجراءات في مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، وأن هذا هو حق المواطن المصري على الدولة، وشأن من شؤون مصر الداخلية لا يحق لأحد التدخل أو المساس به. كثافة الزيارات للمسؤولين الأجانب والتي تستمر على مدى الأسبوع الحالي تكشف بوضوح إدراك العالم استحالة إبعاد مصر عن الملفات الإقليمية والدولية الحاسمة. تنطلق مصر في سياستها الخارجية بعد ثورة 30 يونيو تنطلق من تحقيق الأمن القومي المصري ووفقا لاحترام القانون الدولي، وإن كانت تولي أهمية خاصة بالبعد العربي، إلا أنها تتحرك وبنفس الزخم في الدائرة المتوسطية إدراكا لحقائق التاريخ والجغرافيا والمصالح القومية. من مقر وزارة الخارجية، أمل صبري، النيل. إلى شأن سوريا، نتحول حيث يزور اليوم وزير الدفاع الإيطالي ماريو مورو حلف الناتو للقاء أمين عام حلف شمال الأطلسي أندريس فوغ راسموسين. كان راسموسين قد أعرب عن استعداد الناتو للتدخل في سوريا إذا طلب منه ذلك في حال تعرض تركيا لأي اعتداء من قبل النظام في دمشق، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ رد حاسم على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. الناتو يقوم بدوره من خلال مشاورات ونشر صواريخ باتريوت في تركيا، إنما هي للدفاع عنها، والأمر متروك لدول الأعضاء على حدة في الحلف أن تتخذ قرارا بشأن كيفية ردها على استخدام أسلحة كيماوية في سوريا والمعدات العسكرية التي قد يقررون استخدامها. للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف مراسلنا في بروكسل مجدي يوسف. مجدي، من خلال تصريحات راسموسين هل يفهم منها أنه الناتو لن يدخل في مواجهة عسكرية في سوريا إلا إذا قام النظام السوري بالاعتداء على تركيا؟ يعني الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة ما بين الأطلسي وسوريا أتصور أنها مستبعدة تماما، وحتى إذا تم الاعتداء على الحدود على تركيا من خلال الحدود السورية التركية، فالناتو هنا سيقوم برد هذا الاعتداء ولن يقوم بهجوم. يعني هناك عدة بطاريات صواريخ باتريوت تابعة للحلف كان قد نشرها بالفعل
قبل عدة أشهر لحماية الحدود التركية السورية. هذه البطاريات وهذه الصواريخ ستستخدم إذا لزم الأمر وتعرضت تركيا لأي هجوم. ولكن لدينا دولة كفرنسا مثلا تؤيد التدخل العسكري، إذا لا قدر الله حدثت هذه المواجهات العسكرية في سوريا ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المواجهة، هنا دولة كفرنسا ستشارك بقواتها منفردة دون مشاركة حلف الناتو؟ نعم، حلف الناتو لا يستطيع أن يقوم بالدخول في مواجهة عسكرية مع دولة ما إلا إذا وافق جميع أعضاء دول حلف شمال الأطلسي على هذه المواجهة، وكانت الموافقة مسبوقة بقرار من مجلس الأمن الدولي أو بطلب من الأمم المتحدة، وبالتالي هذا يعني الشرطان غير متواجدين أو متوفرين لحلف الناتو، وبالتالي الأعضاء لا يوجد إجماع من الأعضاء على التدخل العسكري ولا يوجد قرار من الأمم المتحدة، وبالتالي الناتو لن يقوم كناتو بالدخول في أي مواجهة عسكرية، ولكنه مسألة كل دولة على حدة، هو أمر وطني يترك لكل دولة أن تقرر ما تراه مناسبا لاتخاذ الرد التي تراه مناسبا. أشكرك شكرا جزيلا مجدي يوسف مراسلنا في بروكسل. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جاك مارك رولت أنه لا مجال أن تنفرد فرنسا بالقرار بشأن ضربة عسكرية ضد النظام السوري، وأنها دولي لدعم التدخل العسكري في سوريا، مؤكدا أن باريس تدافع عن مبدأ احترام القانون الدولي. جاء ذلك عقب اجتماع لرئيس الحكومة مع ممثلي الأحزاب والقادة الرئيسيين بالبرلمان، عرض فيه إيرالت تقريرا استخباراتيا يفترض استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية في 21 من شهر أغسطس الماضي. كان إيرالت قد أعلن عن إجراء لنقاش برلماني الأربعاء حول الوضع في سوريا، إلا أنه سيكون بدون تصويت، رافضا بذلك طلبات المعارضة إعطاء الكلمة للبرلمان قبل الموافقة على أي عمل عسكري على غير ما والولايات المتحدة. يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم أعضاء بالكونغرس لعرض دوافعه لشن عملية عسكرية في سوريا قبيل جلسة استماع في مجلس الشيوخ لوزيري الخارجية جون كيري والدفاع تشاك هاجل ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأمريكية الجنرال مارتن ديمبسي. كان السيناتور جون ماكين عضو مجلس الشيوخ الأمريكي قد صرح بأن الكونغرس إذا رفض الموافقة على استخدام القوة العسكرية في سوريا فسيكون ذلك كارثة على حد قوله، وأوضح مكين أنه في حالة رفض الكونغرس طلب أوباما فستفقد الولايات المتحدة مصداقيتها أمام حلفائها وأعدائها في الوقت ذاته حسب زعمه، مؤكدا عدم وجود خطة لإرسال جنود أمريكيين إلى الأراضي السورية. منح البرلمان التركي الحكومة تفويضا لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإطلاق عمليات عسكرية ضد كل من سوريا وشمال العراق، وأوضح المتحدث باسم حكومة رجب طيب أردوغان أنه يتم الإعداد حاليا لهجوم محتمل على سوريا بجانب الاستعداد لأي تطورات قد تنتج عن توجيه الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى ضربة عسكرية للنظام السوري. كانت أنقرة قد أعلنت من قبل دعمها ومشاركتها في أي إجراء عسكري ضد النظام السوري حتى بدون موافقة مجلس الأمن الدولي. يلتقي اليوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ممثلي الدول العشر غير دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي لإطلاعهم على آخر التطورات السورية. في غضون ذلك أعلنت طوكيو أنها عن اتفاقها التام مع واشنطن على أنه لا يمكن غض الطرف عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا. جاء ذلك على لسان الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيدي سوغا الذي أكد على أن قنوات الاتصال مفتوحة بين بلاده والولايات المتحدة، وأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أطلع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على تقريره أو على تقرير مفصل به أدلة جمعتها واشنطن عن استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية ضد المدنيين على حد زعمه. أكد وزير الخارجية البرازيلي لويس ألبرتو
أن أي تدخل عسكري في سوريا خارج إطار الأمم المتحدة سيكون بمثابة خرق للقانون الدولي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده فيجيردو مع نظيره الياباني، وشدد فيه على أن البرازيل لن توافق على أي إجراء عسكري ضد سوريا إلا في حالة الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة أو بتصريح خاص صادر من مجلس الأمن، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي في سوريا. وأكد كل من الوزيرين أن طوكيو وبرازيليا لن يتخذ أي قرار خاص بسوريا إلا بعد صدور تقرير من مفتش الأمم المتحدة عن استخدام السلاح الكيميائي في الصراع السوري. إلى شأن الفلسطيني، حيث يعقد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي اليوم جلسة مفاوضات جديدة بشأن عملية السلام. كان الجانبان قد فشلا في تحقيق أي تقدم خلال جلسة مفاوضتهما التي جرت أمس بشأن القضايا العالقة. وأوضح مسؤول فلسطيني أنه لم تتم الاتفاق على جدول أعمال واضح ومحدد للقضايا التي ستتم مناقشتها خلال كل جلسات التفاوض. وأضاف المسؤول أن الجانب الفلسطيني قدم وجهة نظره لحل جميع قضايا الحل النهائي وسط مناقشات حادة. ختاما مشاهدينا، نذكر بأهم ما جاء بنشرتنا من عناوين للأخبار. طائرات الأباتشي تشن عدة هجمات على أهداف لعناصر إرهابية بمناطق متفرقة في الشيخ زويد شمال سيناء. النيتو يطلب ردا حازما على ما قال إنه استخدام للأسلحة الكيميائية من نظام الأسد، وفرنسا توافق على الانضمام لتحالف تقوده واشنطن لضرب سوريا. جلسة مفاوضات جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين اليوم، والقضايا العالقة لا تزال محل خلاف. انتهت نشرتنا، تبقى فقط أن نذكركم بموقعنا على الإنترنت للمزيد من المتابعة nile.eg. إلى اللقاء.